عزيزي وعزيزتي المشاهدة 45 ثانية أوريك الشيء اللي عندي، ولكن قبلها ثواني. فيرفولينج حياك الله أستاذ فيرفول. من أوائل المقاطع الشاطحة في قناتي يا جماعة كان مع فيرفول، وكانت لعبة أنتم تعرفونها والآن أنا جاي أتكلم عنها. الحوم جايب لك لعبة حملوها أكثر من 250 مليون شخص. الله. واللعبة هذه أول لعبة تطلع فيها معي على القناة، وش تتوقع؟ أونو. أونو يا جماعة الخير، أقول لكم تعرفون أونو، واللي ما يعرفها يا جماعة هي بكل بساطة لعبة أوراق، ولكن المرة هذه خلوها على الجوال، يعني ما يحتاج إنك تجمع ثلاثة أربعة من أخوياك بمكان واحد عشان تلعب، من الجوال تقدر. صارت لعبة على الجوال مجانية، تقدر تلعبها اثنين ضد اثنين، تلعب لحالك مع ثلاثة وأربعة، تنشئ غرف وجلسات خاصة فيك، ومسوي لكم يا جماعة الخير الآن أجواء رمضانية، فقط دخولك اللعبة لحالها تحصل فيها برضو جوائز داخل اللعبة. زي ما تشوف يا جماعة العدد التنازلي حق الجيم، فيرفول جالس قدامي وأنا جالس على الكنبة، والجيم مرة بسيط. ما يلعب الحين. إيه؟ أنا دوري على طول ألمس. فوز. يلا ها. ألعب. القم بس. يا عمري يا عمري يا عمري. رابط اللعبة يا جماعة الخير تحت، حملوها مجانية. شكرا لكم، مشاهدة ممتعة للمقطع. السلام عليكم ورحمة الله. شرطي حرامي ولكن اليوم غير. طيب يا جماعة الخير، ما نطلع عليكم من دخلكم بالمقدمة على طول. السلام عليكم. اخترتكم اختيار بالاسماء، وتدرون ليش بالاسماء؟ بتكون الفكرة كالاتي. شرطي حرامي زي اي شرطي حرامي، ولكن في اضافتين اضفتها على هذا الشرطي حرامي. رقم واحد، عند كل واحد منكم راح اعطيه جهاز الان بيده. امسك امسك كهربني لا امسك 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 كل واحد فيكم معاه جهاز. صحيح. اللي بيصير كالاتي، في شيئين. الشيء الاول كل واحد فيكم عنده جهاز تعقب، الشيء الثاني الفله فيها جواسيس. حاليا شو الجاسوس شباب حين شو سقطتهم مجرد ما يكسر الكبسة التصوير كله وين بروح؟ انت احمد المفروض يعني ها اول ما نبلشوا راح نشوفه. وانا ايش بعد فيك اني قاعد على الجوال بتابع يوتيوب بلعب جيمز. اي واحد شوف ماسك كاميرا تهجمني. اي واحد حلو هذا رقم واحد ساعدتكم. شيء ثاني اول ما يطلع صوت جهاز هج اعرف اني جنبك. اذا طلع الجهاز حقك صوت اعرف اني جنبك. بما ان التحدي صعب والله يا جماعه تعرفوني صادق راح يكون التحدي مدته ساعه واحده قسما بالله. الشخص الاخير له 10000 ريال. واضح الشخص الاخير هو اللي كمل ساعه. لا 10 اللي ما القى. حلو ما لقيتك لك 10000 ريال. انا خلصت خمس دقائق. انا من دقيقه خمسه تعطيني 10000 ريال. وش قاعد تقول لي؟ الواحد يطلع السلسله حقته يقلب الرقم عليك. ظهرت لكم الان كل واحد ايش الرقم اللي عنده. اقلب يا ابو زار ما انا احفظ رقمك واقسم اطلع كل واحد. ابيدي جهاز. اوكي الجهاز اللي بيدي هو اللي بيحدد انت وين. اللي تابعين مقاطع اول اول يعرفون هذا الجهاز وشه في الاساس. كان زي ما تلاحظون في A B C D E F هذه وش هذه المفاتيح. سمعتوا؟ اوجي عندك مثلا يا ريان واضغط كذا بس ما يكون لا 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 ما تكهرب ما تكهرب بس راحت والله ما اقدر زبنه. عزيزي اتوقع القوانين واضحه. بكل بساطه عندي ارقام العيال وعندكم اشياء وانتم بالفيلم تمشون بتشوفونها. ما بحرق عليكم. مطلوب منكم كل واحد يطلع جواله الان، ومطلوب منك عزيزي المشاهد تضغط لايك. والله يرحم والديك الاشتراك طلعت لكم نسبه قدامكم يا جماعه. المهم غير مشتركين وتابعون كثار. متاكد بالله عليك انك مشترك. رمضان شهر الخير في الرحله ومفرحه. نسمي بالله بسم الله. وقفوا ايوه يا رب. البعد يا جماعه عند الباب تكفى. من عند الباب ايوه. كم رقمك انت؟ اكلنا خلا والله البعد البعد تقريبا 3 متر بس مو مشكله. ابى اقول لكم الان القانون الاخير يا جماعه الخير اللي باختم فيه باذن الله تعالى. هذا عصقه كل واحد يحطها على صدره. لا كل واحد يحطها على صدره. تذكرت نفسي والله يحطها على صدره بسرعه. القوانين كالاتي عشان نبدا الان ونمضي. عندكم ساعه التايمر يبدا من اول ما اقول لكم انطلقوا. ممنوع تطلع برا الفله، ممنوع تطلع على السطح، الاماكن البعيده ممنوع. ممنوع انك تحاول باي شكل من الاشكال تحطل الجهاز اللي عليك. وبعيد وبقول اخر نقطه الان هذه بينكم وكيفكم. في واحد منكم امبوستر انا اعرف من هو عنده مبلغ على كل شخص. هذا اللي ما علي ما بقول من هو الشخص. عموما ما لكم بالطويله راح نبدا الان. صب والله واحد اثنين ثلاثة. عندك ساعة من الآن. ثلاث دقايق إلى أربع دقايق وبأطلع. أربع دقايق بيطلع. إني بركض يعني. ما أدري إني ملك الاختفاء على الوزن. طيب. أول شيء الجهاز هذا والله إنه قوي مرة. قلتش مساحته مرة عالية ويقدر يسمعنا بسرعة. هذا أولاً. والله ما أدري ما في. ساعة واحدة بدأت لنا. طيب ايوه بسم الله. شوف هذا الاول هذا اول واحد شايفه. حلو
راح يتخبى. وين يتخبى؟ ما شوي النار في عندنا اثنين طالعين هلا. ايام رايح تمام ممتاز ممتاز. تعال ركال عندي لك تزبل لحالك نتفرج والله تم. يلا يلا بالتوفيق صح عليك يلا بالتوفيق يا ولد. والله ودي ثلاث دقائق اربع دقائق بيطلع ترى يحسبني مبسطر والله لا قروشهم. لازم اروح مكان يطفي الصوت يا عيال لازم ازبل واغطي ده. كيف غطي يا ولد؟ ايه تا 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 شيل 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 امبوستر زياد. زياد ايش قاعد طالعنا زي كذا يا كلب وخر خلاص خلاص ما ابي ما ابي. هذا جاسوس هذا جاسوس شوف النظاره. ايش في ايش مالك؟ السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة يا جماعة الخير في جاسوس في جاسوس بس ما في امبوستر. أنا قلت الكلام هذا عشان مبروهم يتهمون ويتفقون في فلوس لازم الفلوس بطلع بسهولة اللي يستحقها ياخذها بدون أي منافسة. بس والله أنا بقول كلام بيني وبينكم أسأل الله أنه يسعدكم على دعمكم وكلامكم الطيب يا جماعة. لا تحرمونا بالله عليكم من اللايك وأنت تطالعني الآن إذا أنت متحمس وإذا أنت ما متحمس برضه حط لايك شكرا لك. يا حلو والله منتهي والله منتهي منتهي استحالة إني أفوز ورب النعمة استحالة والله ما راح أفوز والله ما راح أفوز والله ما راح أفوز. وخر عني وخر وخر عني ممكن أنا الإمبوستر لا تنسى إني سمين وملعبني معكم أكيد فيها إن ذي. صح صح صادق الزبدة الموضوع يخوف. هنا في كور أبو أبو سعد أنا طالب طلبة طالب طلبة ذمت طالب طلبة وخر وخر تيجي تساعدني ولا خلّى بالله زياد لا تعلم علي بالله لا أحد يعلم على الثاني. أبي أزبن هنا 10,000 ريال والله زبنتني مكان لك 2000 ريال. إيش تبي؟ أبي أزبن أبي أزبن لا لا مو برة الله دبرني مكان أزن أزن أص ركان أص تكفى. هي تشيل هذه وتك داخلها مفتوح من تحت يا رب مفتوح من تحت تك تكفى أزن أزن شكو مفتوحة مفتوحة ما حد يدري. والله انك كذاب من بوستر كلب والله انك من بوستر والله من وجهها احس انك من بوستر. انت اللي انضفت اخر شيء بالفريق انضفت اخر واحد بالعربيه انزل قدامي نازل عندي مخبه يلا لا ماني متوتر والله حلو قفل علي موجود المخبى يا اخوان موجود المخبى او تخبى تحت الدب هذا تحت الدب بسرعه قبل يجي احمد يا ربي هذا ينفك خف يطلع فيه وزغ شيء شوفوا يا اخوان شوفوا والله ظلام 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 الف طيب اوه مكان النادي الرياضي حقي تكفى طالبك طالبه بس من عندك تكفى تكفى الله يسعد ابوك في احد عندك ولا لا؟ يا الله يا الله يا الله بس من عندك حمام ابو جو احمد احمد وش رايح؟ سوي نفسك مجنون وكانك مشغول وقاعد تبث احمد اي سوي نفسك مالك اصحى شوي في ابيض نايم انا راح اكون غطيني غطيني بشرع غطيني بشرع تكفى تكفى غطيني بشرع غطيني بشرع 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 غطيني غطيني غطيني
هذا جسد اللي بربط ما حد يدوس فيها. هذا جسد اللي بربط ما حد يدوس فيها. طيب انا حاط جاسوس والجاسوس حاط له نظارة. صهيب بالنظارة اللي انا حاطها بالفلة راح يبدأ يراقب العيال، بيحاول يسوي نفسه يساعدهم، ممكن يطرحونه ممكن لا. اللي بيركز على وضعه هو لابس نظارة في الفلة داخل بيشك في وضعه، بس اللي مو مركز اموره بتكون طيبة. سمي بالله خلص الوقت. Let's go. هذا الوحش فوق في طبقتين، عندك اثنين، الاول ركان والثاني مين روض. اطلع لهم فوق انا بديك خليك عندهم. اهرب اهرب اهرب، اذا طلع صوت توقف اهرب اهرب يا ولد. كم رقم زياد كان؟ كان حلو كان حلو. اخذ لك زياد صابني هنا من أجل الماء. والله لا كسر جسمي. عيال صوت ثواني بالله معليش. سبني أدخل. يا عيال سمعتوا صوت؟ سمعت صوت؟ أقسم بالله إني سمعت صوت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. افتح وش أمه أنت تصفق. أخلص افتح. لا تضيع الوقت يا أبو سعد. اطلع 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 اطلع. يا أحمد يا أحمد والله عطني فرصة يا أخي. تكفى عطني فرصة. تكفى يا أحمد والله الوزن أقسم بالله ما قدرت أحمل. راكان عندك صح؟ لا. طب اسمع فلص على واحد. فلص. فلص. لا راكان عندي. روب روب مرحبا بمبوستر. لا والله انك كنت اقبلها. اسمع صهيب بدرج بول عادي. صهيب والله العظيم انك بمبوستر. شوف بمبوستر اقسم بالله انك بمبوستر. اقسم بالله انك بمبوستر. رجال يموت. صهيب ايش دخلني انا؟ ايه مالك؟ النظارة هذه وراها بلاء. لا والله ما ارتحت لها. والله ما ارتحت لها. اسمع هرب. سكتها علي سكتها علي. والله ان النظارة النظارة هي الزبدة. صايب
يا سولفوا معي طفشان، تكفون سولفوا معي طفشان، منحشر بين ذا وظلام، وش أصنع محتوى فيه؟ يا ولد أحس لو أهرب أفضل، ما أثق بالعيال والله اللي يمروا من هنا جواسيسة بطلع. بيعلم بيعلم بيعلم، شوف شوف في حجة، شوف في حجة، في حجة ناظر. عارف البي والسي راح معرق بشكل يا لطيف، بس لو طلعت حركة واحدة قبطي ماشي. في اتوقع واحد وش حظك؟ قاعد يرجف. انت الثالث اللي طلع. جي سامع الصوت. مرحبا. فارس ما انا بيزعج كنت كعب شو عنده نيا لا ما في احد والله ما في دفع بار السلام عليكم السلام عليكم ما ليش انسان لا بسلام عندك احد نيا ما ليش في صوت فوق هذا في الشيء اسمح لي فوق في صوت فوق متخبي عندي عم تشوف وانت بكرامة مستحيل نجيب من مستحيل حفليت 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 اسمعني افتح اللمبات معليش تفضل ابو خفوت AHHHHH
بي بي اف سي باقي دي باقي خمسة طق واحد ستة ايوه الله يعطيكم العافية الله يعافيك حولت والله ايه معليش في ناس خالفوا منكم من هم؟ قاعدين تكتمونها ايه ابو زيد قاعد يصلي معليش اول شيء اول شيء انا بساعد 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 بصور هناك تمام؟ كنت اصلي يا جماعة اتمنى عجبكم المقطع البسيط هذا لطيف فكرة جديدة اكتبوا لنا افكار تبونا نطبقها حتى لو مستعد تطبق ازهلوا ارسلوا لنا لايك واشتراك شكرا لكم وبامان كريم ودعناكم بالله.